حي الركايب العاديات اللي لفنا عمرنا صيلات عرايب مثل الضبال روحنا عمرنا صيلات عرايب مثل الضبال روحنا يا حي من ركب الخبايب اللي على الوعد التقنا يا حي من ركب الخبايب اللي على الوعد التقنا تجمعوا فيه القرايب كل بناموس تهنى تجمعوا فيه القرايب كل بناموس تهنى صفق له سود الثوايب لمخضب كفه الحنة صفق له سود الثوايب لمخضب كفه الحنة بمر عروس الشعايب هذاك لي وصله محنة شكرا ياسر العطوي. هكذا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام ياتي اول اشواط الانتاج ينطلق هذا الشوط الخاص بالافكار الحجايج شوط الانتاج والمنتجين نتمنى التوفيق لكل المشاركين هنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام مباشره نسير الى صداره هذا الشوط الى المقدمه الاولى ترنيم لحمد بن حميد بن محمد العويسي من يقدم هذا الاسم بينما المركز الثاني الوصول من مصيحة لسالم بن حمد بن محمد بن مرحومه العامري ياتي على المركز الثاني المركز الثالث يصل في هذه اللحظات مع اهتمام محمد بلعوضي بن يحيى المنهالي يصل يقدم اهتمام واحد من الاسماء القوية الذي يمتلك ايضا سلالة مشعل احد بنوك الانتاج بدولة الامارات العربية المتحدة الذي ايضا ينطلق من خلال انجازاتي ايضا شعارات ابناء القبائل بانتاج شعار بالعوضي بالفعل والفحل المتواجد معه بينما الوصول من شعار ايضا راعي صوغه اللي وصل هنا انجاز مبارك بن مظفر بن محمد العامري وصل في هذه اللحظات ودخول اخر هنا من الرياضيه هزاع بن سعيد بن حرمش المنصوري ولكن بن قناص يقتنص الفرصه مع الشاينيه سهيل بن حمد بن قناص العامري وصول اخر ايضا من الشواهين سعيد بن علي بالسم المنصوري والقادم الشاينيه سعيد بن بطي بخلفان المنصوري وينك يا بن بطي من طول الغيبات يا بالغنايم يا بنوعيه فريده ورائعه وجميله بشكلها الجميل ما شاء الله هذه هي النتيجة وصل أيضا شعار آخر تدخل اللي هي مطنوخة عامر بن سعد الرفادة المري وصل وصل الرسمي وصل الرسمي في أيضا اليوم الرسمي ولكن الدخول أيضا من عاشق أيضا سلالة شرط يصل بهذه اللحظات يقدم سعيد بن تحبة بن قنازل العامري الشاهينية وهناك أيضا هملولة صالح بن محمد العضيلي العامري هذه هي النتيجة هذه الأسماء القوية والعملاقة لنا عودة إلى الصدارة لنا عودة إلى مقدمة الشوط لنا عودة إلى المركز الأول هذه ترنيم لحمد بن حميد بن محمد العويسي على المركز الأول يفتح بوابة الكيلومتر الأخير يلا يا عامر شد الحيل يا عامر نبه هذا الشوط هناك إلى أبناء جعلان من خلال هذا التحدي المثير الرياضية هزاع بن سعيد بن حرمش المنصوري على المركز الثاني يقدم الرياضية في يوم رياضي بالفعل في يوم جميل وتحدي مثير هنا المركز الثالث الوصول الدخول أيضا من الشاهينية سعيد بن دحبة بن قنازل العامري محمد بن عوضي بن يحيى المنهالي يقدم اهتمام وبالعضيلي واصل بالعضيلي مع هملولة صالح بن محمد العضيلي العامري وهناك شعار بمرحومة ولكن نكتفي بهذا القدر ونعود
إلى الصدارة، نعود إلى الثنتين، إلى المركز الأول. الرياضية غيرت، الرياضية غيرت ترنيمة أيضا، تعود مرة أخرى هنا في جولة الأوامر النهائية. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، في هذا الأداء الكبير والتحدي المثير هنا، هنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، ما بين الرياضية وترنيم، شوط الإنتاج الأول، شوط الإنتاج الأول. إلى وين مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام؟ هذه هي ترنيم، ترنيم على مقدمة هذا الشوط وعلى الصدارة الأولى، ولكن الرياضية، الرياضية وترنيم، شوط الإنتاج، شوط الإنتاج الأول. إلى وين؟ إلى الانطلاق القوي، إلى التحدي المثير. الله الله الله، هذه ايضا لها في مثل لجنه خط النهايه. هناك ترنيم حمد بن حميد بن محمد العويسي، والرياضيه ايضا، هناك ايضا الرياضيه من قدمت عرض رائع والجميل. كان ايضا مع الرياضيه الزع بن سعيد بن حرمش المنصوري المركز الثالث، حملة رقم 21 أملولة صالح بن محمد العضلي العامل المركز الرابع، دخول من حملة رقم 26 اهتمام محمد العضلي من حملة المركز الخامس، دخول جماعي ولكن نعود بالتوقيت الزمني. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هنا مشاهدينا الأعزاء، هذه هي أيضا 4 دقائق 19 ثانية وأيضا 90 من الثانية. مشاهدينا الأعزاء، هنا الدخول الجماعي ما بين 25 و15، هنا نترك إلى لجنة خط النهاية مع العويسي ومع بن حرمش المنصوري، بينما المركز الثالث وصلت في المركز الثالث يا مخرجنا بشعار بالعضيلي أيضا بالفعل. 4 دقائق 21 ثانية. أملولة صالح بن محمد العضيلي العامري، تهانينا والناموس للجميع.